السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الثالث المتوسط، أهلا وسهلا بكم في أسئلة شاملة لمادة الرياضيات الامتحان الوزاري 2023. ملاحظة، أجب عن 5 أسئلة فقط. السؤال الأول، أي أكتب الحد 20 من المتتابعة الحسابية، بدايتها 6 1 سالب 4 سالب 9، وحدد نوع متتابعة، هل هي متناقصة أم متزايدة؟ ب، بين هل المعادلة حل في R وما نوع الجذرين باستخدام المقدار المميز، X تربيع ناقص 2X + 10 = 0. السؤال الثاني، أجب عن فرعين فقط، حل المتباينة ومثل على خط الأعداد، 6 ناقص (X + 8) والحد الثاني من المتباينة 2X - 1. فرع B، جد مجموعة الحل للنظام باستخدام التعويض، 2X - Y = 7 و X + Y = 8. سي، ما العدد الذي مربعه يزيد عليه بمقدار 42؟ السؤال الثالث، بسط المقدار الجبري، -27 للأس 1/3 (+1/6)^(2)-1/4)^(32). بي، حل الاثنين فقط من ما يأتي، 12X تكعيب + 9X تربيع، 2X تربيع - Z تربيع، 1/3T تكعيب - 9 (3)-93X. السؤال الرابع، فرع عين، حل المتباينة ومثل الحل على مستقيم الأعداد، (+5T - 5)^(0). فرع بي، جد ناتج الضرب، (Z - 2)^(3). السؤال الخامس، أجب عن فرعين فقط، ليكن (F(2, 3, 5)) إلى N إذا (f(x) = (3x - 1) وجي من N إلى N إذا (gx) = (x + 1). اكتب تطبيق جي تراكب F على شكل أزواج مرتبة. فرع بي، حل المعادلة بقاعدة الجذر التربيعي، (32 - 2y تربيع) = 0. سي، بسط المقدار الجبري، (x) = (-9, 9x + 9x - 35)/(x - 5)/(4x) = (-25). السؤال السادس، فرع اي، ما قيمة الثابت كي التي تجعل جذري المعادلة متساويين، (y تربيع - كي + 10)^(y + 16) = 0. ب، حوض سباحة يزيد طوله على مثل عرضه بمقدار 4 متر ومساحته 48 متر تربيع، ما أبعاد الحوض؟ شكرا جزيلا لكم.